ما حكم استعمال المواد التي تحتوي على الكحول، مع العلم بأن أنواعا من هذه الكحول ونسبا مختلفة تدخل في أدوات التنظيف وأدوات التجميل والعطور؟ جزاكم الله خيرا. إذا ثبت أن هذه المستعملات فيها كحول لها تأثير ولها وجود ولها علامات ظاهرة تدل عليها، فإنه لا يجوز استعمال ما خلطت به، لأن ذلك استعمال للخمر. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فأمر باجتنابه، وإذا استعمله الإنسان لم يكن مجتنبا له. إضافة إلى أن الخمر نجسة عند أكثر أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى وصفها بالرجس بقوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والرجس معناه النجس. فأما إذا كانت هذه النسبة من الكحول ضئيلة جدا ومستهلكة ولا يظهر لها علامة مع هذه الأشياء، فإنها لا حكم لها، لأنها ذهبت واستهلكت وضاعت بين وغمرت في هذه الأشياء.